تلخ لبخوا اي 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 زعما قال لك اسيدي قال لك وجهك ماشي ديال المغرب الدار البيضاء بلا حيوط اسيدي بليوط شتي كي كيمرضكم التاريخ تبغوا تخرجوا بنادم من الموضوع. نرجعوا للموضوع ديالنا، لان الاعلام ديالنا والتعليم ديالنا عنده مسؤوليه انه يقري الشب والحرمل. صافي على حسابي دابا نديرها اون لايف الشب والحرمل ياك التبخيره صافي. وري ليا شي موسين عندكم هكذا يدخل يهضر تباتة والرزانة. شكرا لكم كاملين المغاربة اللي معايا، شكرا شكرا. حنا راه كنقولوا التاريخ دخلوا يسبوا الملك ويسبوا رشتي وشنو كيقولوا دابا مباشرة، ما كاينش لو سيريو، يا با سيريو، لو سيريو ما كاينش. انا بعرفو كيجوني لي كادو شكون بحالي. هادي ديال سميتو ديال هادي راه عندي بزاف ديال لي فيديو ديال هاد القضيه، ما كنبغيش هاد الشيء، هاد الحالات الاجتماعيه ما كنبغيش نجبدهم. هما عندي لي فيديو بزاف ديال المساكن هاد لي فام سيليباتير، هما غير كيقولوا امشي عند الحلاق جامي يمشي عند الحلاق والو، كاع ما تحلم كاع مساكن الله العالي كيشوفوني كيشدهم لا حول ولا قوة إلا بالله. مشي هو تيشوف هاد سميتو اللي مسافر لك يقول لك اليوم أصحاب أفيون فلسطين دوت الوحدة الترابية المغربية في وقفة أمام البرلمان لا يتجاوز عددهم عدد هدية العروسة صلاة جنازة على خونة الوحدة الترابية وعملاء أعضاء الوطن. والله فرحت بالله شكرا. وهذه راه خدمه ديال اليوتيوبر وعاقوا بهم، عاقوا بهم متآمرين مع ايران. قال لك اليوم اصحاب افيون فلسطين دوت الوحده الترابيه المغربيه في وقفه أمام البرلمان تجاوز عدد هدية العروسة صلاة الجنازة على الخونة ديال الوحدة الترابية وعملاء أعداء الوطن. وراه معروفة إيران أنها تحارب المغرب وأنها جات لتندوف وجات المعلق الأردني مسكين كيدار على المغرب والله. وراه شبعوا فيه سبان، راه جبدت عليه هذا هضرت عليه. هو اللي فعلا تتبغي المغرب. شوف دابا تنشوف الفرق بين هذا الرجل وبين شي واحد في الكراغلة زعما الى عطوه يعلق. سبحان الله. هنا سفيان، تعال يا سفيان، زيد السرعة يا سفيان. وهنا السقوط. سفيان. المغرب وأمريكا. المغرب والملك هاشم الأخير. سفيان يا سفيان. المغرب. تحيا المغرب. المملكة الشريفة. هو اللي قال العيون، هو اللي قال كل شيء، هذا هو اللي الناس كيموتوا على المغرب. وشتي هذا الصوت اللي دوزتو غيدوز كوبي رايت، ما كتخليهش سميتو.